أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار، وتواصلا مع حلقات الرسم المخصصة لتقنية الرسم بالألوان الزيتية، وكما وعدناكم سابقا بالخروج إلى الطبيعة لمحاولة محاورة الطبيعة في مجال الرسم الزيتي وتطبيق ما يمكن أن نكون قد تعرفنا عليه في الاستوديو أو المرسم من تمارين أجريناها في الحلقات السابقة. أعزائي المشاهدين وأصدقائي الأعزاء، إن الرسم في الطبيعة شيء مختلف وله شروطه الجميلة والقاسية في وقت واحد. عندما تخرج إلى الطبيعة تكون قبالة القوانين الأساسية والمهمة في الحياة عموما. إنها الطبيعة الأم، حيث هناك الجمال الخارق وهناك أيضا القسوة الكبيرة في بعض الأحيان اتجاه الكائنات، من أشجار، من جبال، من سهول، من كائنات. أي إن التعامل مع الطبيعة من قبل الرسام هي عملية تشبه عملية الصيد، فإذا لم تكن قد تعلمت شروط الصيد المهمة والأساسية فإن الفشل سيكون حليفك بالتأكيد، والعكس بالعكس. أي إن محاورة الطبيعة تحتاج إلى تمرين ودربة عالية لكي تتمكن من أن تنجز عملا معقولا باتجاه الطبيعة، لأنه مهما رسمت ومهما أبدعت ومهما أنجزت ومهما توصلت من شروط إبداعية، قبالة الطبيعة تضيع أو تبدو صغيرة وتتقزم الأشياء أو الأعمال الفنية تجاه العناصر الطبيعية التي تتغير وتتبدل بالثواني وأقل من الثواني. ومن هذا المنطلق ومن هذا المفهوم حري بنا أن نكون أو نخوض أو نحاول دائما أن نجد مكانا في الطبيعة نختبر به، نختبر من خلاله التمارين التي نتعلمها عن ظهر قلب في المرسم أو في المدرسة أو في المعهد أو في الكلية. فتلك هي الامتحانات المهمة والأساسية التي ترسخ التجربة الفنية والتي ينطلق بعدها المتدرب أو الفنان الهاوي أو الناشئ لتجاوز هذه العناصر التي يختبرها في الطبيعة لإنتاج أعمال فنية أكثر جدة وتوازي وتقارن بما تفعله الطبيعة من خلق واختزان وبث الجمال من كل صخرة أو من كل شجرة أو من كل ذرة تراب أحيانا. مع هذا المفهوم ومع تلك الرغبة نحاول الآن أن نتلمس شيئا من هذه الطبيعة الجميلة الرائعة التي يتصف بها البلد شبرا شبرا، بلدنا العراق الجميل دائما، إلى أن نحاول اختبار هذه التجربة سنقوم برسم أو استكشاف هذه المنطقة شيئا فشيئا لاختيار الزاوية التي من خلالها أو من خلال هذه الزاوية نستطيع أن نرسم شيئا لهذا اليوم. أعزائي المشاهدين، إن اختيار مكان الرسم أو الكادر أو المنظر الذي نحاول أن نرسمه في هذه الحلقة أو غير من الحلقات قد يكون فيه بعض المشاكل أو إذا لم نطبق فيه بعض المبادئ الأساسية والمهمة، وهي مثلا أن نضع الشمس كما في التصوير، أن نعطي ظهرنا إلى الشمس ونتجه إلى رسم المنظر، ولكن نظرا لجماليات ما موجود اليوم في السماء من غيوم نحاول تجاوز هذه القاعدة ويجب مراعاتها ويستحسن مراعاتها في الرسم على الطبيعة. إن حصر الكادر الذي يشبه اللوحة بالضبط، هنا اللوحة مستطيلة وهي من الأحجام المريحة والجيدة للرسم في الطبيعة، نحاول على قدر هذا المستطيل اختيار مشهد أو مجموعة من العناصر تكون مشابهة على شكل مربع أو على شكل مستطيل كما هي اللوحة الآن مستطيلة، ونبدأ بتصور المشهد على ثلاثة مراحل، أي أن نقسم ذهنيا المشهد إلى ثلاثة مستويات أفقية. المشهد الأول يكون، القسم الأول يكون للمقدمة، القسم الثاني للوسط، القسم الثالث هو للسماء والعناصر العالية أو العليا من المشهد الطبيعي. صديقي المشاهد، إن تقسيم اللوحة إلى ثلاثة مستويات أفقية هي بالنتيجة لمحاولة تطبيق مفهوم مهم جدا وهو تحقيق المنظور اللوني، أي محاولة رسم أو إعطاء شيء من الأهمية للأبعاد من خلال المشهد، أي
تطبيق علم المنظور من خلال اللون، أي أن تأخذ المستويات المتقدمة ضوءا أو تأخذ لونا يكون صريحا ومشبعا، وثم الخط الثاني أو المستوى الثاني يأخذ إشباعا أقل، والمستوى الأعلى وهو المستوى الذي تقع فيه الجبال مثلا أو الغيوم أو السماء يكون يأخذ لونا أبرد أو أقل إشباعا، وذلك لتحقيق البعد أو العمق أو الشعور بالأشياء المتقدمة والمتأخرة في العمل الفني أو اللوحة التي نحاول أن نرسمها في الطبيعة. وكذلك المستويات الثلاثة تفيد في معرفة العناصر أين تكون من خلال مقدمتها أو الوسط أو الأبعد والأبعد وهكذا. لتحقيق كل هذا يجب أن نتأمل المشهد جيدا ونحاول أن نعطي تخطيطا بسيطا أو رئيسيا لهذا الموضوع في الذهن، ثم تطبيقها على اللوحة. ويستحسن في كثير من الأحيان، وأنا أفضل شخصيا ذلك، بأن نأخذ ورقة أو دفترا للرسم ونخطط بعض السكيتشات أو التخطيطات، عدة تخطيطات لهذا الموضوع، ثم من بعد ذلك نختار أحدها لنحصر الكادر الذي نحاول أن نرسمه من الطبيعة. ولكون المشهد متحرك وفيه من الغيوم التي يتبدل مكانها بين لحظة وأخرى، فأحاول على عجالة اليوم أو في هذه الحلقة أن أصطاد بعض جماليات الموجودة في الغيوم مثلا أو في مساقط الشمس الموجودة على رؤوس الأشجار، أشجار الرمان التي موجودة في هذا المشهد الجميل. إن المستوى الأول يبدأ من هنا، من هذه النقطة، فيكون في هذا الاتجاه تقريبا إلى منتصف المستوى الثاني، ثم لدينا منطقة الأشجار هنا. لن أرسم هذه الشجرة لأننا سنرسم السماء أولا، وبعدها يأتي المستوى الثاني وأيضا تخترق الأشجار، ثم المستوى الأخير والمقدمة. إننا نؤشر فقط الأشياء الرئيسية ثم نبدأ برسم السماء. رسم السماء هو موضوع قد يبدو نمطيا، ولكن يجب الاعتناء برسمها لكونها ستضفي جماليات على بقية العناصر.
إن الغيمة هذه اختفت. السرعة مطلوبة في التعامل مع الطبيعة، لأن هناك أشياء قد تختفي في لحظة معينة. نكتفي بهذا القدر للسماء ونتحول إلى رسم جزء آخر وهو المستوى الثاني. هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس أو ملء اللوحة بالألوان الأساسية، وهي من المراحل المهمة التي تحدد باقي العمل. بعد الانتهاء من ملء اللوحة نأتي إلى تأكيد بعض الظلال المهمة.
من المراحل النهائية هي تثبيت للإنارة ومساقطها، وهي التي تؤدي بالتالي إلى إنهاء العمل أو الاكتفاء بالعمل واستيفاء ما مطلوب منه. إن الإلحاح في العمل بالتأكيد تؤدي إلى نتائج عكسية كما قلنا سابقا. وكما نلاحظ في الرسم أن التأكيد أو تبرز سمة الانطباعية في العمل بدون قصدية، وذلك لاعتماد العمل على الضوء واللون. رسم كل شيء في المنظر يفسد المنظر بالتأكيد، فالاعتماد المساحات الرئيسية يؤدي الغرض المطلوب. أعزائي المشاهدين، بعد هذه التجربة الممتعة والجميلة بالنسبة لي، وأرجو أن تكون كذلك بالنسبة لكم في الطبيعة والرسم مباشرة عن المشهد الطبيعي، نتمنى وأرجو أن نكون معا في حلقات قادمة أخرى ضمن هذا الحقل من الرسم الجميل، وعلى أمل اللقاء بكم، وودعكم في أمان الله. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار، وما زلنا في حلقات الرسم من الطبيعة واختيار المناظر أو المناطق التي يمكن فيها أن نختبر الألوان وماذا تعبر هذه الألوان عن الخطوط والمساحات التي نحاول أن نتصيدها في هذا المكان الجميل. واخترنا موضوعا ربما فيه من الطرافة شيء هذا اليوم، ولكن الطبيعة كانت العامل الأساسي في هذه الطرافة، بحيث أن الغيوم تختفي، تخفي الشمس وتخلق لنا أجواء متحولة ومتحركة جدا في هذا المشهد. وتلك اللعبة يعرفها كل الرسامون أو الذين يرسمون من الطبيعة، فلحظة الرسم قد لا تكون متأتية وتكون مثالية أحيانا، ولكن بالعكس أيضا يصح في أحيان كثيرة تخلق لك أجواء وتظهر لك أجواء جميلة جدا ومفاجئة وبديعة. وبعد اختيار الزاوية أو المكان الذي سنرسم منه المشهد، نكون قد وصلنا إلى لحظة أن نطبق ما تعلمناه بالضرورة أو ما نحاول أن نسجله من ملاحظات من خلال الرسم، من خلال اللون والفرشاد، وما نختزنه من مفاهيم في التكوين أو الانطباع الذي يتولد أو الذي نحاول أن نجده في اللوحة التي نتشارك معكم فيها بالرسم في كل الأحوال. هنا سنبدأ اعتيادي التخطيط كما في المواضيع الباقية التي رسمناها سابقا، وبالتأكيد أيضا أن المساحات الرئيسية تأتي في المقام الأول من العمل، وبعدها تأتي الأشياء أو التفاصيل الأخرى الممكن أن نعمل عليها لاحقا. الآن نلاحظ أن الغيوم قد أخفت الشمس وجعلت المشهد ذا صبغة مغايرة لما بدأنا به في بداية العمل، ولكن هذه المفارقات هي أيضا جزء من متعة العمل من خلال الرسم. أي أننا هنا لسنا خبراء أرصاد جوية لكي نسجل بالضبط مساقط الشمس أو التأثيرات الجوية وتفاصيلها العلمية، بقدر ما هي حالة متعة نحس بها ونشارك بها الآخرين من خلال الرسم. فمن هذا المنطلق سنكمل العمل باختلاف مساقط الضوء أو تغيرات الشمس والغيوم، وهذه كما قلنا جزء من متعة العمل. إن رسم الغيوم متعة كبيرة، وذلك
لشفافية الألوان، وأحيانا حياديتها أين تختبر المعلومات التي نكون قد تعلمناها في الرسم في أحيان كثيرة. كما ينصح بعدم الدخول في التفاصيل الكثيرة أيضا في العناصر الأساسية للرسم، أيضا نفس الشيء يصح على رسم الغيوم. إنها متعة كبيرة أن نختبر هذه المجموعة الجميلة البديعة من الغيوم، ونحاول محاورة هذا المشهد البديع بإمكانياتنا المتواضعة، إزاء هكذا جمال خارق. أصدقاء المشاهدين، قد تكون انتقالتنا هذه غريبة قليلا من الفضاء الخارجي من المشهد الطبيعي إلى المرسم أو الاستوديو، ولكن هذا الانتقال كان اضطراريا جدا، وذلك لسبب طريف أيضا. في نفس الوقت كنا نرسم والسماء في الطبيعة صافية ورائقة وجميلة والمنظر مغري للرسم، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث تلبدت السماء بالغيوم الثقيلة وتحولت الألوان الزرقاء الصافية إلى رصاصية وسوداء، وفاجأتنا عاصفة هوجاء
جدا، بحيث اطاحت في بكثير من المستلزمات التي كنا نشتغل بها في الطبيعه، مما اضطرنا الى ان ننتج ربع لوحه في الطبيعه ونضطر الى تكملتها في الاستوديو او المرسم. رغم التجربه هذه، رغم انقطاع الرسم الى المنتصف او الربع، ولكن كانت تجربه ايضا مفيده جدا وطريفه كما ذكرنا. وبهذه المناسبه قام المصور بشكل جميل بالاستمرار بالتصوير العاصفه او الظرف الغير طبيعي الذي حصل معنا في التصوير، ويسعدنا جدا ان ننتقل وننتقي بعض من تلك اللقطات الطريفه التي صادفتنا لتشاركونا متعه مفاجات الطبيعه، وبعدها سنكمل الحلقه في الاستوديو مع لقطات العاصفه. أعزائي المشاهدين، بعد أن شاهدنا هذه اللقطات الطريفة والتي قد لا تتكرر كثيرا معنا، سنحاول إكمال اللوحة في الاستوديو أو المرسم. ويجب هنا التركيز على مسألة مهمة في غاية الأهمية، وهي أن الرسم من الطبيعة شيء والرسم في الاستوديو أو المرسم شيء آخر. الإحساس هنا مختلف عن الإحساس هناك، أي أن الألوان، أن الجو العام، أن التكوين، أن رؤية المشهد من الواقع شيء، و محاولة نقل الواقع عن صورة فوتوغرافية منقولة من المكان الذي نرسم منه العمل شيء آخر. ولكن مع ذلك هناك حالات تحصل كثيرا، ليس بصدفة وليس بعاصفة وليس باختلاف أو اضطراب الجو، ولكن قد يكون الرسام أحيانا يحتاج إلى وقت كبير لتكملة العمل. فنحن نذكر دائما أن رسم اللوحة خلال ربع ساعة أو نصف ساعة ليس مقياسا، ولكنه القاعدة، هي أن تأخذ وقتك كافيا في الرسم. الشاذ في الموضوع هو أن ترسم سريعا، ولكن السرعة أحيانا كما قلنا قد تأتي بنتائج مفاجأة جميلة، ولكن ليست هي القاعدة الذهبية. مع ذلك هنا تختلط التجربتين، أن نرسم نصف اللوحة من الطبيعة والنصف الثاني من المرسم عن الصورة الفوتوغرافية المنقولة أو المأخوذة من المشهد. هنا كان الموضوع اضطرارا، ولكن ممكن أن نختار هذه الطريقة في الرسم طوعا بدون اختلاف الجو أو بدون اختلاف الظروف الجوية. أي بالإمكان أن نخرج إلى الطبيعة ونرسم ثم نكمل ثم نحاول أن نتأمل العمل، وهكذا تكون كل لوحة لها ظروفها، أي الظروف الخاصة بها من حيث جو الرسم أو الحالة التي نرسم بها. من المفيد جدا ان نتمثل الجو الحقيقي الذي كنا فيه قبل ان ندخل الى المرسم، اي ان نتمثل الجو الذي كنا فيه لكي نعطي احساسا مقاربا من ذلك الذي كنا فيه. وهذا قد يتعذر أحيانا ويكون شبه مستحيل في كثير من الأحيان، ولكن المحاولة جديرة بالعناء. Thank you.
من محاولة استعارة الإحساس من الطبيعة بات ضروريا في هذه المرحلة من الرسم لاستنطاق أكبر قدر من الجو العام للعمل. ولو يبدو هذا الأمر شبه صعب أو مستحيل أحيانا، مساحة اللوحة، ونستخدم قدر من البنفسجي أو الكريمسون في الظلال لكي تعطي أهمية للألوان الخضراء أو الزرقاء المنتشرة على عموم اللوحة. لأن هذه البقع الداكنة هي التي تمسك بالموضوع وتجعله راكزا ومتينا من ناحية التكوين أو الإنشاء. إن المساحات الواسعة من اللون الأخضر تكون مشكلة أمام أي رسام عند المعالجة، فهنا نحاول أن ننغم أو ننوع التونات أو الدرجات التي نرسم بها لكي لا تصيب الواحد منا حالة الملل عند النظر إلى المشهد الطبيعي، أي إن كثرة الألوان اللون الواحد على مساحات واسعة ليست من الأشياء المحببة في الرسم.
أعزائي المشاهدين، إلى هذا الحد تكون اللوحة قد استنفذت بعض من التجربة التي حاولنا أن نخوضها مرغمين في مكانين، في الطبيعة مرة وفي الاستوديو مرة ثانية. وبالتأكيد أن العمل يحمل نفسين، نفس الطبيعة ونفس الاستوديو، وهنا تكمن قيمة هذه التجربة البسيطة. على أمل اللقاء بكم، وأودعكم في أمان الله. أعزائي المشاهدين، وفي هذه المرحلة نكون قد أتينا تقريبا إلى إنهاء مجموعة كبيرة من الأشياء المهمة في هذا العمل. ويحتمل العمل أكثر عندما نحاول التركيز على بعض المناطق. وعلى أمل أن نلتقي بكم في تجربة ومحاولة أخرى. نستودعكم الله، وإلى اللقاء. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار، والذي فيه
نتناول تفاصيل وحيثيات الرسم بشكل عام وتقنيات الرسم بشكل خاص وتفصيلي أحيانا. إن الرسم ضمن حدود الألوان المائية التي تطرقنا إليها خلال الحلقات السابقة، قد تكون 4 حلقات سابقة مخصصة لتقنية محددة كانت الألوان المائية، وأتينا إلى الموضوع من خلال الدخول في حقول رسم الألوان المائية بشكل عام وكيفية التعامل مع هذا النمط من الرسم الجميل البديع، وأجرينا بعض التجارب ربما معا على الورقة من خلال المواضيع التي تهتم في هذا الجانب أو تخدم هذا الجانب من الرسم بشكل محدد. فبدأنا برسم 3 مواضيع للمنظر الطبيعي بأوقات مختلفة واستخدام ألوان مختلفة، وسنواصل العمل على هذا النمط من الرسم للتعرف كما قدمنا سابقا، للتعرف أكثر فأكثر إلى هذا النمط من الرسم الجميل. ظاهريا يبدو رسم الألوان المائية رسما ترفا أو مترفا أو يمارس على هامش العمل الفني من خلال مدارس الرسم أو من خلال حرفيات الرسم، فهو يعتبر مرافقا للزيت أو ثانويا أحيانا ينظر إليه بهذا الشكل، وهذا تفكير أو هي هذه نظرة سطحية من خلال النظر إلى المائية بهذا الشكل، أي إن العكس هو الصحيح، إن المائية هي مرحلة مهمة جدا في تشكيل أو تكوين الفنان المبتدئ والهاوي والصعود به إلى درجات أرقى وأكثر تعقيدا ربما في خطوات لاحقة من خلال رسم الزيت أو من خلال تناول مواد أخرى في الرسم. تكملة لموضوع الموضوع الخاص بالمائية لهذا اليوم وهذه الحلقة، وكسرا لإيقاع والرتابة التي تنتاب أحيانا والملل الذي يصيب الواحد منا عندما يتعمق في الرسم في موضوع محدد، سنأتي اليوم إلى موضوع أو إلى جانب آخر من جانب استخدام الألوان المائية من خلال التعرف أكثر على مدرسة أو طريقة ثانية في الرسم الألوان المائية، وهي التي تحمل فلسفة مغايرة ربما شكلا ولكنها تتفق مع باقي فلسفات الرسم في هذا الصدد. وتطرق البرنامج إلى هكذا أو كسر إيقاع البرنامج إلى تجارب قد تبدو بعيدة أو غريبة أحيانا على ما هو متعارف عليه في نمط معين من الرسم، هو لإثراء الجانب الرئيسي الأصلي التي تتكون منه شخصية أو حرفية الفنان الهاوي أو المبتدئ بشكل عام. تأسيسا على هذا ارتأيت إلى استذكار مدرسة مهمة وتلتقي معنا كعراقيين وكشرقيين بتقاليد ومسارب مهمة من خلال الرسم، ألا وهي طريقة رسم الألوان المائية ولكن بفلسفة أو بفهم آخر ليس غربيا. والمعلوم أن التقنيات الأكاديمية ربما الطاغية هي طريقة الرسم بالألوان المائية كما رسمنا سابقا في البرنامج على الطريقة التقليدية المعروفة التي تهتم بسلوكيات ومراحل عمل قد تكون متشابهة. الرسم الذي بصدده اليوم والذي نحاول فيه أن نتقرب إلى فهم بعض أبجديات أو بعض مفاهيم الأولية للألوان المائية هي الرسم على الطريقة الصينية كما يرسم الصينيين أو كما يرسم أهل اليابان. إن من المعروف إن المنتج الياباني أو الصيني في مجال الرسم يبدو تزيينيا، يعني ظاهريا هذه الفكرة موجودة وراسخة، تزيينيا من خلال كثرة ما أنتجته هذه الشعوب من النسخ التي تبث في الأسواق في مختلف أنواع الأسواق في العالم وعلى اتساع الكرة الأرضية منذ وقت جدا طويل، وكانت هذه النسخ أحيانا تعطي صورة
غير دقيقة وسطحية ومشوهة عن هذا الفن العريق الذي أنا شخصياً أراه أقرب إلى شخصية العراقي والعربي عموماً من خلال التقائه بفنوننا بالفنون التي نمارسها عبر تاريخنا من خلال التخطيط والتلوين. وللدخول أكثر يجب أن نقف عند نقاط محددة عند هذا الفن ونرى كيف هي نظرة هؤلاء الرسامين الذين يمارسون ألوان الرسم بالألوان المائية ويتعاملون مع الألوان المائية. إن أبسط طريقة وأفضل طريقة لفهم هذا الرسم هو الدخول كما قلنا إلى الأبجديات الفلسفية أولاً التي ينظرون بها الذي تنظر بها هذه الشعوب للرسم في الألوان المائية. وهنا ليس مطلوباً أن ندخل في تعقيدات فلسفية أو فكرية كبيرة بقدر ما نقف عند رؤوس نقاط مهمة ثبتتها أنا منذ زمن عبر هذه الطريقة للرسم. فمثلاً إن نظرة الفنان الصيني أو الفنان الياباني إلى تصوير الطبيعة هي نظرة جميلة ومهمة ومتفردة، أي أن الفنان الصيني والياباني عندما يرسم المائية ينظر إلى الطبيعة باعتبارها تشبه تصوير الإنسان الكائن بحد ذاته لسبب واحد، لأن الاثنين الطبيعة والإنسان تتناغمان وترتبطان بالإيقاع الكوني العام، أي ليس هناك فصلا بين الإنسان والطبيعة. وقد تصل هذه الفلسفة إلى الحد التفصيلي الطريف، فمثلا عندما يقول الفنان الصيني أو الياباني إن الهيكل العظمي في هذا المشهد أو هذا المنظر يقصد به تحديدا الصخور، يعني عندما يقول أرسم هيكل عظمي لمنظر معين في الطبيعة يقصد الصخور تحديدا، أو عندما يقول أوعية دموية إنه يقصد بالضبط مجاري المياه أو الأنهار، وكذلك عندما يقول عضلات يعني به الأشجار التي تنبت في الطبيعة وتزينها. وحتى تصل به الطرافة في التشبيه عندما يقول بين قوسين ليس شيئا محددا أو مقولبا أو ممكن لمسه باليد أو مشاهدته بالعين، مثلا كلمة نفس، إن النفس يعني بها، يقول مثلا نفس المنظر الطبيعي الفلاني الذي أرسمه يعني به الغيوم تحديدا التي في السماء. فهذه المرادفات والتشبيهات تعطي فكرة مهمة وجميلة ورائعة وتوسع من أفق الواحد في النظر إلى طريقة رسم هؤلاء الناس وربطها بما يرسم الآخرون، أو محاولة مقارنة وعقد مقارنة وتقريب وجهات النظر من خلال فلسفة الرسم نفسه قبل الرسم وبعدها تطبيق هذه الآليات في الرسم بعد ذلك بخطوات. أعزائي المشاهدين، ضمن هذا الباب يجب أن نلجأ إلى الوصول إلى مرحلة تطبيق هذا الكلام وفهمه على الورقة البيضاء التي أمام الواحد من خلال فقط الأدوات التي نرسم بها، أي هذا الكلام قد يبدو فلسفيا ونظريا وما يشبه، أي يبدو كلاما فقط، ولكن عندما نأتي إلى الورقة البيضاء وإلى الفرشاة يجب أن نتعلم هذه الفلسفة ونطبقها ضمن الأدوات التي نشتغل بها، أي أن سلوك الفرشاة هو الذي يحدد فلسفة أو طريقة الرسم والنتيجة التي يظهر بها الرسم بعد ذلك. أي يجب أن نعلم أو نتعلم أو نلاحظ كيف يرسم الفنان الصيني، هل يرسم بطريقة أكاديمية أم بطريقة مغايرة. كل هذا سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال بعض التعامل، بعض التمارين على الورقة البيضاء والفرشاة وال حبر الصيني ربما أو حتى الألوان المائية، ولكن كل هذا الموضوع يدور حول استخدام الماء كمادة رئيسية من خلال تعامله مع اللون، إذا كان حبرا أسود أو إذا كان حبرا ملونا أو إذا كان ألوانا مائية، لأن
الواحد يتسرب إلى الآخر ويبث من خلال الجمع بينها للوصول إلى العمل الفني الجميل والراقي. أعزائي المشاهدين، كما أسلفنا أو تطرقنا، إن التعامل مع الفرشات والحبر أو الألوان المائية والماء، هذه الأشياء التي نختبر بها الفلسفة أو المقدمة التي تكلمنا عنها عن نمط رسم أو التعامل مع الألوان المائية من خلال فلسفة أو شعر معين له تراثه المهم في هذا الصدد. ولكن يجب أن نفهم، نقارن كيف كنا نرسم وكيف سنرسم بهذه الطريقة، ونفهم التمارين الآتية. أنا سألجأ إلى استخدام القلم لسبب واحد، وهذا لا يستخدم في الرسم الصيني، فقط لتأشير الخطوط الخارجية. وهنا يجب أن نفهم أن الخطوط الخارجية لا ترسم بالخط في أغلب أو في كل الأحوال عند الرسم بهذه الطريقة التي نحن بصددها، ولكن الضرورة من خلال التصوير ولاستيعاب أو الوصول إلى فهم أفضل، سأحاول أن أخذ شيئا مما تعلمناه بالشكل التقليدي أو الرسم الواقعي أو الرسم الأكاديمي، ثم لتحديد ما سنفعله بعد ذلك من خطوات لاحقة. فلو أتينا إلى هذه الورقة وتخيلنا شكلا اعتباطيا، فلنفترض طير هنا. ألجأ إلى توضيح هذا الشكل بهذه الطريقة لإيصال فكرة إن الاشتغال سيكون داخل هذه الخطوط الخارجية. إن هذه الطريقة هي رسم أكاديمي ربما، أو طريقة واقعية أو أكاديمية معروفة، ولكن الفنان الياباني أو الصيني يضع هذا الكائن في عقله ويحاول رسمه بدون رسم هذه الخطوط، بدون رسم الخطوط الخارجية هذه. كيف؟ إنه يلجأ إلى وضع الماء على هذه المساحات بعد تمرين عالي جدا، أي إنه لا يرسم رأسا هذا الشكل مباشرة بالفرشات أو الحبر أو الماء، لكنه يلجأ إلى رسم هذا الشكل بعد التمرين عليه سنوات طويلة وعديدة جدا. فيبدأ بالتمرين على هذا الطائر أو طير آخر مختلف عنه، أو إلى كائن آخر كالسمكة مثلا أو كشجرة أو أي كائن أو أي مفردة أخرى في الطبيعة، ويأتي ويتعامل مع الماء بهذه الطريقة. إنه يرسم بفرشات. ثانيا، تعلمنا أو هنا لاحظنا أو ثبتنا إن الرسام الصيني يتجاوز التخطيط، ويكون التخطيط عنده ليس من خلال الخطوط الخارجية ولكن من خلال الخطوط الداخلية. ما معنى الخطوط الداخلية؟ الخطوط الداخلية التي تتشكل من خلال بث الماء والمادة، مادة الألوان التي هي الأحبار أو الألوان المائية. فلو مسحنا هذا التخطيط وبدأنا برسم الماء أو للتعامل مع الماء بهذه الطريقة، سنلاحظ هناك فرشات مهمة، هي فرشات كبيرة جدا قياسا إلى الفراش الأخرى، تحمل صفتين. صفة أن ترسم بأن تستخدم مساحة كبيرة بهذا الحجم بإيقاع واحد، وباستطاعتك أيضا أن تعطي خطا رفيعا جدا برأس الفرشات، أي إنها خاصة بهذا الرسم من هذا النمط من الرسم. ولكن هنا ستساعدنا أيضا فهم آخر تعلمناه، فرشات ثانية معتادة لتوضيح تأثير الماء على هذا الشكل. فنأتي نبلل فقط الخطوط التي تكون عبر المساحات التي يختزنها الطير من الداخل، ونلاحظ هنا
ماذا ستكون النتيجة بعد ذلك، ونأتي بنفس الفرشات التي تكلمنا عنها ولا نرسم من خلال هذه الفرشة مساحات، ولكن لنلاحظ كيف سيفعل الماء فعله بأن يبث. نلاحظ أن الماء يرسم الشكل بطريقة ما، أي أننا نبث اللون لهذا الطائر بهذه الطريقة. هنا نلاحظ شيء مهم جدا، إن المناطق إن الماء يأخذ بسحب اللون داخل الشكل، وكمية الماء تحدد والورق يحدد طريقة الرسم، فهذا الشكل يتحدد بهذه الطريقة. هنا يوجد مفاجآت جدا جميلة أحيانا، فلو تقربت الكاميرا إلى رأس الطير هنا مثلا، إذا أخذت مشهدا لرأس الطير هنا، نلاحظ أن الرأس لا يمكن رسمه بهذه الطريقة بشكل أو بصورة تقليدية أو أكاديمية ليعطي إحساسا بكذا رأس أو بهذه الطريقة كما هو الآن، أي أن هناك خصوصية مهمة جدا في رسم هذا الشكل بهذه الطريقة. هنا لم نعطي أي تفصيل أو لم نأخذ أي تفصيل ولم ندخل في أي شيء، إلا بقدر ما أخذنا الشكل العام وجعلنا الحبر والماء يتدخل في رسم هذا الشكل، وأشكال أخرى كثيرة ممكن أن نرسمها بنفس الطريقة، والنتائج تكون أحيانا جميلة ومذهلة. وهذه الطريقة تعتمد على التمرين العالي، التمرين العالي والمستمر من خلال تقاليد مكثفة للرسم يوميا، وتحددها أيضا نوعية الحبر وأصالته، وتحددها نوعية الورق وطريقة وملائمته إلى الرسم. فمثلا هذا النمط من الحبر ربما، والورق الذي أرسم عليه ليس مخصصا لهكذا نمط من الرسم. الشيء الذي أنا أعشقه في هذا النمط من الرسم أو أحبه جدا ويفيد في التعبير عن أفكار كثيرة، هو إعطاء أخذ الماء للدور الرئيسي في الرسم. أولا لإعطاء درجات جميلة ومتعددة وكثيرة في الرسم لا تعجز الفرشات بشكل متعمد الإتيان به، هذا أولا. ثانيا إن هذه التدرجات تعطي إحساسا بحقيقة الشيء أحيانا أكثر مما يتخيل الواحد، أي إن هناك مفاجآت سارة جدا بهذه الطريقة. أصدقائي المشاهدين، إذا كان بإمكاننا رسم طير بهذه الطريقة بهذه السرعة بهذه الحساسية، وأؤكد على أن التمرين العالي في هذا النمط من الرسم أو التمرين المستمر يعطي نتائج مذهلة أحيانا وليس جميلة فقط. رسم الطير يشبه رسم السمكة، رسم عناصر ومفردات كثيرة في الطبيعة كبيرها وصغيرها، ولكن هنا يأتي التمرين على المفردة. وأؤكد على قضية أخرى جدا مهمة، وهي عدم استخدام قلم الرصاص إلا في توضيح الفكرة، أي إن قلم الرصاص لا يستخدم لأنه يتنافى مع تقاليد هذا النمط من الرسم بواسطة الألوان المائية أو الحبر الملون أو الحبر الأسود فقط. ولكن رجعنا إلى قلم الرصاص لتأكيد الشكل لتوضيحه أثناء التصوير. إذا أخذنا الطير وانتقلنا إلى رسم سلسلة من الجبال أو أشكال جبل،
فالطريقة هي نفسها في الرسم، نأتي إلى تصور وعدم تخطيط الشكل بالرصاص. تصور سلسلة من الجبال مثلا بهذه الطريقة. ونأتي إلى تصوير أو تلوين هذه الأشكال، فيكون بواسطة بث الماء النظيف داخل الشكل عبر الخط الخارجي دخولا إلى الشكل. ويقوم الماء بالرسم البقية. اتجاه الفرشات مهم في هذا النمط من الرسم، أي يجب أن يكون عامودياً، واليد تكون مستقرة بشكل صحيح لكي تأخذ الأشكال مساراتها الصحيحة. السلسلة الثانية أيضا بنفس الطريقة. أي إن اللون يبث بثا داخل الأشكال. إن هذه الطريقة أو هذا العمل أو الصنف من الرسم أحيانا ضمن الفلسفة الخاصة بهذا النمط من الرسم أو الطريقة تسمى أو تشبه ببذر النقطة داخل الورقة البيضاء، كما يجري بذر البذار داخل الأرض ويقوم الماء بإنباتها وإخراجها إلى الوجود كشكل متكامل جميل ومفيد. إن الأشكال هنا تأخذ شاعرية معينة، وبالتأكيد بما أننا لسنا متخصصين في هذا النمط من الرسم، ولكن من أجل توضيح الطريقة نحاول أن نعطي فكرة، لأن كما قلنا هذا الرسم يحتاج إلى تمرين كثير وإلى ممارسة طويلة جدا، ولكن الروعة فيه أن التقنية أو التكنيك الذي يرسم به يكون مغريا حتى للإنسان الغير متخصص. هذا تمرين بسيط على سلسلة أو مجموعة أو طريقة رسم الجبال. يمكن أحيانا المزاوجة بين هذه الطريقة وطرق أخرى، وسنأتي لهذا الموضوع لاحقا، أي إن هذه الخطوة الأخيرة التي يقوم بها هي من ضمن الأشياء الذي الأكاديمية التي نرسمها، أي عندما نعدل من مسارات الأشكال بطريقة متعمدة. هكذا نلاحظ هذه الشعرية التي يعطيها الماء تكون محببة جدا ولا تتحقق بأي طريقة أخرى من الرسم من خلال تقنيات الألوان المائية. أعزائي المشاهدين، بهذه العجالة أو المقدمة للتعرف
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار، والذي يعنى بطرق الرسم أو عالم الرسم أو كل ما يخص من تقنيات ونقاط بداية ومرور على الأساليب وما يختزنه عالم الرسم الجميل. تأسيسا على هذا، ومن خلال الحلقات الماضية التي قمنا بها أو من خلالها للمرور عبر تقنيات الرسم التي يحاول البرنامج بتواضع شديد تقديمها إلى المشاهدين الهواة الأعزاء في هذا الباب من النشاط الإنساني الخلاق، أتينا على حلقات للرسم المائية أو رسم بالألوان المائية. ورب سائل أو مشاهد يسأل ويقول: لماذا التأكيد على جوانب كثيرة في هذا الباب أو في هذا العالم؟ لذلك أسباب كثيرة، ومن أهمها وهي جمالية وروعة هذا العالم ومدى غناه وثراؤه من خلال عالم الرسم عموما. ثانيا هي سهولة هذا النمط من الرسم، أي سهولة الأدوات وعدم تطلب هذا النمط من الرسم الكثير من الأدوات التي لا تحتمل العمل عليها في أبواب أخرى من الرسم أو العمل الفني عموما. وكذلك لأهمية الألوان المائية في تأسيس الذوق العام من خلال سهولة تعليمه وسهولة تداوله في المدارس، وهذه نقطة مهمة جدا وحاسمة في تأسيس الذوق العام. فكم منا يتذكر البدايات الجميلة الرائعة عبر سنوات كثيرة ماضية، وخصوصا في الأماكن أو المدارس التي كانت تعنى برسم أو تعليم رسم الألوان المائية، وما كان لذلك من تأثير وفعل كبير في تربية ذوق الطفل وتنشئته تنشئة صحيحة، وحتى الوصول به إلى ما يسمى بالدوزان الشخصي، أي كما تدوزن أو تضبط الآلة الموسيقية، كذلك يجرى من خلال تعليمه هذا النمط من الرسم وغيره من الفعاليات الفنية النظيفة الراقية، على تأسيس ودوزنة هذا الإنسان بشكل صحيح بحيث لا يخرج منه نشازا عندما يكبر، أي تبقى هذه الثقافة البصرية معه طول العمر، ويبقى منشغلا بالتذوق في كثير من جوانب حياته، وتؤسس للشخصية الراقية التي نطمح إليها جميعا في عراقنا اليوم. أعزائي المشاهدين، من خلال هذه الفكرة وهذا المرور السريع على مقدمة البرنامج، نأتي للتواصل مع ما بدأناه في الحلقة الماضية بخصوص طريقة رسم الألوان بالطريقة كما يرسم الصين أو كما يرسم الصينيين أو اليابان الفنان اليابانيين. أقف هنا عند نقطة أو فلسفة أو فكرة ضمن مفهوم هذا النمط من الرسم، تقول إن الفراغ معني جدا به الفنان الذي يرسم بالطريقة اليابانية أو الصينية. الفراغ يعالج بملئه بنقاط، نلاحظ العبارة بدقة، يقول الفنان الذي يرسم بهذه الطريقة إن هذا الفراغ في الورقة يملأ بنقاط لا تسمح من خلالها بمرور الهواء. نلاحظ الفكرة، أي عندما ترسم نقاطا على هذا السطح الأبيض، لا تسمح طريقتك في الرسم بنفاذ الهواء من خلال هذه النقاط، ولكن أن تجعل هذا الفراغ تطارد فيه الأحصنة، أن يكون متسعا وصحيا للنقاط التي تبثها في السطح الأبيض بحيث تتراكض فيه الأحصنة. هذه العبارة قرأتها من زمن بعيد وطويل، وكانت مؤثرة في تكويني الشخصي وطريقتي في الرسم على مستوى هذه التقنية المائية، وأحب جدا التأكيد عليها. والسؤال: كيف بالإمكان الواحد منا أن يملأ سطحا أبيضا أو فراغا أبيضا بنقاط لا تسمح للهواء بالمرور من خلالها
ولكن يكون متسعا لرقص أو الركض الخيول داخل أو من خلال هذه النقاط. هذا ما تفسره التمارين والعمل ضمن هذه الطريقة بالمائية من خلال فرشات واحدة وألوان مائية مختزلة محددة، ربما الألوان بالأزرق أو الأحمر، ثم الألوان المائية أيضا. أعزائي المشاهدين، لا يسعى البرنامج دائما أن يأخذ دور التخصصي الدقيق في مجال الرسم وتقنياته، أي إن البرنامج ووقت البرنامج وطريقة التصوير وحيثيات إخراج أو إنتاج هكذا برامج قد لا تسمح بما يكفي من المتسع أو من التقنية بحيث أن نصل إلى تفاصيل وتضاعيف العمل الفني، وليس هذا دور البرنامج ولا مطلوب منه ذلك، لأن هذا دور تخصصي آخر تحمله مهمة، تحمل هذه المهمة الأكاديميات والمعاهد المتخصصة في مجال الفن عموما. ولكن الوقوف عند النقاط الجوهرية هو الأس للموضوع أو أساس الموضوع. بعد إعطاء فكرة عن طريقة تعامل الماء، تعامل بالماء والحبر والفرشات، اليوم نحاول أن نجد وبعجالة تسريبا أو مسربا لهذه الطريقة والطريقة التي رسمنا بها سابقا في الحلقات الماضية من الرسم ضمن الأعمال المائية. ونحاول أيضا في كل فترة أن نجد طريقة مغايرة لما نعتاد عليه وتسريبها إلى أشغالنا أو أعمالنا، أي إن الخبرة لا تتكامل أو لا تصل إلى مستوى متقدم إلا من خلال الإغناء والإضافة بوجهات نظر وفلسفات متعددة، من خلال فهم العمل ومن خلال تطبيق العمل ورسمه، ليتكون الواحد منا بالأخير ذخيرة فكرية وعملية معرفية متجانسة للتعامل مع المواد، وليس الرسم عشوائيا من أجل الرسم، أي الهدف ليس الرسم من أجل الرسم، ولكن الرسم من أجل رقي ونقل الإنسان الفنان ثم بالضرورة المتلقي إلى مرحلة أكثر فائدة وأكثر إمتاعا وأكثر رقيا كما قلنا. عودة إلى الرسم المائية وكيف ربطها الطريقتين في العمل، نأتي إلى استخدام نفس الأداة وهي الفرشات المدببة الكبيرة التي قلنا يجب أن ترسم بهذه الطريقة من خلالها. ونأتي إلى استبدال الألوان الحبر الأسود الذي رسمنا به سابقا، الذي بواسطته بالإمكان رسم كل الأشياء. عندما ترسم تستطيع رسم طير، تستطيع رسم سمكة، تستطيع كما قلنا رسم أشجار، تستطيع رسم وديان، تستطيع أن ترسم بشرا، أن ترسم كل شيء بهذه الطريقة، ولكن يعتمد الموضوع على التمرين العالي والكثيف الذي يوصل إلى النتائج المحددة في هذا المجال. أصدقائي المشاهدين، نرجع إلى نفس الطريقة بالرسم ونؤكد للمرة الثالثة ربما من خلال هذه الحلقة والحلقة السابقة، إن التخطيط فقط في هذا المجال هو للتذكير بالطريقة الأكاديمية للرسم المعتادة، وضرورية هنا والوقوف عندها مهم، لأن التخطيط يأتي لإيجاد فاصلة أو طريقة للمزج بين عمل الألوان المائية بالشكل الذي يرسم الفنان الصيني أو الياباني والعمل الذي اعتدنا على الرسم به، أي هنا نحاول تسريب الطريقة الجديدة هذه القديمة في نفس الوقت إلى المفهوم الأكاديمي المعتاد. فنأتي إلى رسم شكل عشوائي أو شكل عفوي ربما لزهرة أو مجموعة زهور بشكل مباشر،
والهدف من هذا التخطيط لمعرفة كيف نجمع بين الطريقتين للتعامل بالرسم من خلال هذا النمط من الرسم. التخطيط جاء هنا ثقيلا أو عميقا أو مؤكدا عليه لسبب واحد، لإبراز الخطوط الخارجية فقط، ولكن عندما نرسم بالمائية نخطط بطريقة مغايرة جدا، أي بالكاد يتبين الخط فقط لتأشير الشكل. ونأتي الآن بتغطية أو رسم كما تعلمنا، رسم هذه الزهرة فلنفترض بهذه الطريقة بالألوان المخففة المائية السابقة وملأناها باللون. أين هي الاستفادة من الفكرة السابقة، الفكرة اللاحقة التي هي الرسم على الطريقة اليابانية؟ هي من خلال استخدام تسريب اللون في المناطق المؤتمة قبل جفاف الورقة. نلاحظ نأتي بلون آخر أثقل أو قد يكون أحيانا مغايرا يميل إلى الزرقاء، ونأتي بتسريب هذا اللون. نلاحظ أن تسريب اللون من خلال الخط الخارجي يعطي تأثيراً مضافاً وعفوياً ورقيقاً أكثر مما لو استخدمنا الطريقة الأولى فقط لملء المساحات. إن طريقة بث اللون هنا هي ما أخذناه من الفن الصيني أو الياباني، أي أننا لا نستخدم طريقة الطبقات، أي أن نرسم طبقة تتلوها طبقة ثانية بقدر ما نعطي تأثيرات الظل والضوء من خلال فعل الماء نفسه ببث اللون أو حقن اللون داخل العمل المرسوم، فيبرز لدينا كتل الزهور تأخذ ماهية جميلة أو تأخذ أشكالا جميلة. فلو أتينا الآن مثلا إلى الأغصان بنفس الطريقة، نحاول استخدام أكثر من لون بنفس الطريقة، أن نرسم جزءا من الورقة كما هو معتاد، وبعدها ندخل إلى استخدام طريقة الرسم الصيني أو الياباني من خلال حقن اللون داخل الورقة، وقلنا قد يكون ذلك بألوان مغايرة وغير إذا جف الماء، فنقوم بإضافة الماء أيضا. لاحظ هنا الماء كيف يأخذ مجراه الجميل الذي يعطي تأثيرا جميلا. بالإمكان
استخدام الفرشات العريضة لرسم تفاصيل دقيقة جدا من خلال الرسم. يعني الفرشات الكبيرة أحيانا تستخدم لرسم أكثر الأشياء دقة. هنا بالإمكان القول أن هذا العمل البسيط أخذ شكلا يمزج بين الطريقتين الأكاديمية المعروفة وما يتعلمه الواحد من تقنية من الفن الذي نحن كنا في صدده الحلقتين من خلال الحلقتين الأخيرتين. بعد هذه المرحلة بالإمكان المرور أيضا على الطريقة الأكاديمية وتحسين هذا العمل، أي العودة إلى تأشير بعض الأوراق من خلال المنظور وإبرازها عن غيرها لكي تأخذ شكلا أوضح، ولكن عدم الغوص كثيرا في تأشير التفاصيل لكي لا يفقد العمل أو الشكل عفويته أو جماله الأولي أو البدائي. أعزائي المشاهدين، هذا ليس عملا فنيا متكاملا بقدر ما هو تمرينا للمزج بين الطريقتين، وبالإمكان اتباعه بخطوات أخرى لاحقة، أي وضع خلفية لهذه المجموعة من الزهور. لكن التمرين على هذا الشكل من الرسم والتأكيد على التمرين الكثيف جدا، أي تأخذ أوقات طويلة في الرسم، يوصل إلى أن تستخدم الطريقتين في الرسم بشكل جميل وبديع يخدم كثير من المحاولات التي ستقوم بها من خلال رسمك الشخصي أو الأسلوب الشخصي. أصدقائي المشاهدين، بهذه التجربة البسيطة للربط بين الطريقتين في الرسم وعدم الإلحاح في هذا الموضوع، ولترك المجال للاستمتاع وللتعرف على المنجز المهم والدقيق لأساتذة كبار، ولست بصدد تقديم هؤلاء الفنانين في هذه الحلقة، على أمل أن نعود إلى تقديم مجموعة من الفنانين بصورة مفصلة وطرق رسمهم وأعمالهم، ولكن من الضروري جدا التعرف على عينات أو بعض الأعمال المهمة التي تبدو بسيطة جدا ولكنها في نفس الوقت تختزن كثير من الأشياء التي قلناها سابقا والتي تعلمناها بالضرورة من هؤلاء الفنانين الذين يعملون في صنف معين. فأكبر من أكبر الأمثلة، والأمثلة كثيرة وعديدة جدا في مسار الفن العالمي وحتى العربي والعراقي، وربما يكون أحد الفنانين الذي لا نأتي إلى ذكر شيء كثير، أو ليس ضروريا أن نأتي إلى ذكر أشياء شخصية عن هذا الفنان، ولكن الذي استوقفني في هذا الفنان أننا تأثرنا كثيرا في بعدد من اللوحات التي أنجزها من خلال الصحف أو من خلال المجلات الفنية التي كانت تتداول سابقا. إنه الفنان العالمي سيرجنت. أهمية هذا الفنان تكمن في رأيي المتواضع في أنه يبث التخطيط المتفوق جدا داخل المائية الحساسة المتفوقة جدا إلى اللوحة الزيتية أو العمل الزيتي المتفوقة جدا أيضا. أي هناك مجموعة من المهارات الأساسية المهمة والكبيرة والمتقدمة إلى حد مذهل، الواحدة تصب في الأخرى للوصول إلى أعلى المستويات وأكثرها إحساسا ومتعة للرؤية من خلال الرسم. بهذه المناسبة أحاول في هذه الحلقة وإن شاء الله في الحلقات القادمة استعراض بعض الأعمال، ونتحدد اليوم بمجموعة من أعمال سيرجنت المائية فقط، الألوان المائية الذي
يتناول فيها رسما من الطبيعة في أماكن مختلفة وبلدان مختلفة شرقية وغربية. نلاحظ في هذه الرسومات أو في هذه الألوان المائية التي يستخدمها هذا الفنان الكبير إنها تختزن كل البساطة الممكنة في المائية مع كل الخبرة الممكنة في المائية، وهذا إداء صعب جدا لا يصل الواحد ونادر جدا إلى الوصول إلى هذا المستوى إلا من خلال الإصرار الخارق في العمل لإعطاء هكذا نتائج. أي أن هذا الفنان يرسم المنظر الطبيعي، يرسم التفاصيل الدقيقة، يرسم الموجودات، يرسم الإنسان، يرسم الصخور، يرسم النبات، يرسم المناظر أو الأجواء الواسعة في الطبيعة بنفس السيطرة من خلال تمكنه من استخدام الفرشات والمعرفة العالية جدا بالألوان وفصائل هذه الألوان وطريقة تعامل الحار والبارد وكيفية التعامل مع السطوح. ولكن هذه النتيجة المهمة في الألوان المائية لم تأتي إلا من خلال تخطيط عالي المستوى يختزن هذا الرسم، أي أن الذي يجعل هذه الألوان المائية وهذه اللوحات مهمة هي أنها مؤسسة على تخطيط عالي المستوى وعالي الجودة ومتفوق. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، وإلى اللقاء. عن أصالة أبناء، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار. وكما تعودنا في حلقات سابقة أن نأخذ جانبا من جوانب الرسم وتقنياته الممتدة عبر مساحات واسعة وعميقة جدا، وكانت حلقات الماضية متخصصة تقريبا في مجال الرسم المائي، والذي ارتأيت فيه أن أمتد أكثر في ممارسة بعض التجارب معكم للوصول إلى أساليب أو مستويات أفضل وأكثر تطورا في مجال رسم هذا النوع من التقنيات. وقد مررنا على مجموعة من الرسومات أو الرسوم التي عالجت المناظر الطبيعية في ثلاث حلقات، وكذلك أعطينا بعض التقنيات البسيطة من خلال بعض الطرق الشائعة في رسم الألوان المائية. إن هذه المعارف جميعها تكون ما نستطيع من خلاله أن نمارس هذا النوع الجميل من الرسم. وتواصلا مع هذا، نقوم اليوم بالغوص أكثر في مجال رسم المفردات وطريقة التعامل معها والتدريب عليها في هذا النوع من الرسم. وكما أخذنا المناظر الطبيعية، نأخذ أنواع أخرى مهمة أو عناصر أو مفردات أخرى مهمة للرسم والتدريب عليها لكي تكون زادا في قابل الأيام لتكوين موضوع جميل وجديد ومتين إنشائيا، أي أن نستطيع أن ننشئ موضوعا فيه ما يكفي من العناصر التي تعبر عن الفكرة التي نحاول أن نقدمها من خلال الرسم أو اللوحة الفنية في هذا المجال المحدد الذي هو عالم الألوان المائية الجميل والزاخر بكل ما هو ممتع وبديع. وصولا إلى هذه الأهداف، سنحاول أن نأخذ العنصر الرئيسي الذي يتكون منه تقريبا كافة الأعمال إذا كان حاضرا في العمل الفني أو إذا كان غائبا، ألا وهو عنصر الإنسان أو العنصر البشري، كيفية التعامل مع هذا الكائن من خلال الرسم. وهذا موضوع شيق وطويل وليس مختصا فقط في مجال رسم الألوان المائية بالذات، ولكن هو مهم في كل مجالات الرسم، لأن الإنسان يشكل الأهمية القصوى والرئيسية في كافة الجوانب الحياة بقدر ما يشكله في الدرجة الأولى من خلال العنصر الرئيسي في الأعمال الفنية عبر تاريخ الفن جميعا. كما أسلفنا، الإنسان يكون حاضرا عندما نرسمه، ويكون حاضرا أيضا عندما يغيب في اللوحة الفنية وتبقى آثاره موجودة في العمل الفني. الذي يعنينا في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله هو كيف ننشئ أو نتعامل مع الجسم الإنساني أو الوجه الإنساني
الذي يطلق عليه احيانا البورتريت او الموديل. البورتريت هو معالجه الوجوه والرؤوس البشريه من خلال الرسم، والموديل هو معالجه الانسان في اوضاعه المختلفه خلال فعاليات حياته متكاملا، اي بكل اجزاء جسمه. وبالتاكيد هنا الدراسه او المحاولات او التجارب لن تكون عميقة من خلال التشريح بقدر ما تكون بسيطة وخارجية لرسم بعض الملامح الخارجية لهذا الكائن، لأن كما أسلفنا سابقا ودائما أؤكد على هذا الموضوع إننا لا ندرس دراسة عميقة ومتخصصة في هذا البرنامج بقدر ما نمر سريعا لتكون فكرة نبدأ منها في الدراسة المعمقة. إذا أخذنا الرأس الإنساني أو الوجه الإنساني فيجب قبل أن نلونه بالألوان المائية أو الزيتية أن نسترجع الأفكار التي أخذناها سابقاً أو التي تكونت لدينا من خلال معالجة هذه الكتلة التي نتعامل معها. فبالتأكيد نحن نعلم وتعلمون أيضاً أصدقاء المشاهدين إن الرأس البشري يتكون من شكل بيضوي إذا كان من المنظور من الأمام، وشكلين بيضويين متراكبين إذا كان منظوراً من الجانب أو من المشهد الجانبي كما أخذنا في التخطيط أو كما نعلم من خلال معلوماتنا البسيطة عن تركيب الجمجمة. فهذا الشكل المدور أو الشكل المكور أو الشكل البيضوي هو الأساس في أن نتعامل معه بالألوان قبل أن ننزل أو نغوص في تفاصيل الوجه الإنساني، ونطبق ذلك على الورقة من خلال رسم هذه الأشكال أكثر من شكل. أي التمرين يبدأ برسم الشكل البيضوي البسيط جدا في حالات مختلفة، أي هذا التمرين يأخذ الشكل الإنساني أو رأس الإنسان في أوضاعه المختلفة من خلال التخطيط البسيط، وهذا التخطيط سنحاول أن نصدر عليه لونا من خلال تقنية الألوان المائية، ونلاحظ كيفية التعامل مع هذه الأشكال البيضوية التي تشكل أساس أولي لجمجمة الإنسان التي تتطور بعد ذلك إلى الملامح المعروفة للوجه البشري أو تكون أساسا للبورتريت المعروف عند الرسم. الملاحظة الأولى التي يجب أن تكون حاضرة لكي ينجح أي تمرين في المائية من خلال هذه الكروكيات أو التخطيطات البسيطة هي أن نحدد اللون الأساسي الأول الذي يجب أن يلون به الشكل البيضوي، هذا الذي هو وجه إنساني بالأساس، أي شكل الأساس للوجه الإنساني. هذا اللون يجب أن يحدد الدرجة العامة للون، أي هناك درجات مختلفة للبشرة في رسم الوجوه باختلاف ألوان أو ملامح أو سحنات البشر المختلفة من أفتح درجة إلى أتقن درجة باختلاف أجناس البشر. وهنا نتعامل مع ثلاثة ألوان ربما رئيسية، وهي الألوان التي تشكلها البشرة والتي تشتق ما بين اللون الأصفر مروراً باللون البرتقالي وصولاً للون الأحمر، وبعد ذلك تبدأ الدرجات بالتكاثف أو التكثف إلى أن نصل إلى مختلف السحنات أو مختلف البشرات. ولكن في الرسم هنا نحدد ثلاثة فصائل رئيسية لكي نعلم بعد ذلك ماذا نفعل في الخطوة الثالثة. فنلون واحدة من هذه الكروكيات باللون الأصفر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأحمر، ونلاحظ بعد ذلك ماذا سنحصل من خلال هذه التجارب. عندما نلون هذا الشكل البيضوي ننسى أو نتناسى إن هذا الشكل هو رأس بقدر ما نحافظ على الشكل البيضوي إلى أقصى حد، أي نعطي إحساسا ب ماهية هذا الشكل بالطريقة التالية. نأتي إلى الشكل الثاني ونحاول أن نعطيه درجة برتقالية،
هنا اختيار الألوان فيه مبالغة للوصول إلى فهم، ليس للرسم بشكل متكامل بقدر لفهم، بقدر محاولة فهم ما نؤسس عليه بعد ذلك. بعد هذه الألوان الثلاثة نستطيع أن نأخذ ألوانا أخرى، مثلا هذا اللون الذي يأتي من نفس الفصيلة الحامة. هذه الأشكال الأربعة هي أسس لكي نبدأ بالخطوة الثانية لرسم الوجه، أي من خلال اللون. إن الأساس هو شكل بيضوي في حالتين، من الأمام ومن الجانب، وبعد ذلك بعد أن تجف هذه التخطيطات أو الكروكيات بعد تلوينها باللون الأساس، هناك طريقة مرحلة ثانية هي أن نضع ظلاً بسيطاً على كل شكل بيضوي موجود من هذه الأشكال الأربعة، ولكن سنترك هذه المرحلة وننتقل إلى مرحلة ثانية، أي كلما زاد ثالثة. إذا كلما زاد تكوير أو تجسيم هذا الشكل البيضوي كلما كان أفضل للإحساس بالشكل والكتلة الموجودة أمام الناظر. أما المهم في هذا التمرين هي الخطوة الثانية في أن نضع في الحسبان كل لون ماذا يأتي بعده من لون ليتعامل معه لخلق ظل أو أشباه الظل لتجسيم هذا الشكل البيضوي الذي هو مشروع لرسم وجه إنساني أو جمجمة إنسان بمختلف الأشكال والأحجام. هنا نضع القاعدة المهمة والمعروفة والبسيطة جدا، وهي أن اللون الأصفر له لون مكمل معروف هو اللون البنفسجي. إذن نضع في الحسبان لونا بنفسجيا في التعامل مع الظلال في مختلف درجاتها، ممزوجة باللون هذا الأصفر أو منفردة على شكل طبقات حسب طريقة الرسم، وكذلك التعامل مع اللون البرتقالي باللون المكمل له وهو اللون الأزرق كما أخذنا أو كما لاحظنا في كثير من التجارب السابقة. فهنا يكون اللون الأزرق لون الرئيسي في التعامل مع الظلال وأشباه الظل والتفاصيل الدقيقة وصولا إلى أدقها في الرسم. نأخذ هنا التجربة الثالثة أو الشكل الثالث وهو اللون الأحمر. هنا يكون التعامل مع اللون الأخضر وهو المكمل أو المتمم للون الأحمر، فيكون التعامل في الظلال جميعا تأخذ مسحة من اللون الأخضر ودرجاته المختلفة حسب الإضاءة التي فيها هذا الشكل البشري أو هذا الوجه أو هذه الكتلة التي هي هنا أساساً أولية وغير متكاملة. وكذلك نأتي إلى اللون الألوان الترابية أو القهوائية وهي من فصيلة الأحمر، كذلك تأخذ درجات مختلفة من اللون الأخضر الممزوج بالأزرق أيضاً، لأن فيها لوناً أحمراً ولون أيضاً لون أصفر، فتتعامل بدرجات ممزوجة من الظلال أو المتممات. لو أتينا إلى التمرين وطبقناه بالشكل التالي وأخذنا اللون البنفسجي مثلا، أتعمد في هذا التمرين أن أتعامل مع ألوان صريحة جدا لكي نصل إلى المفهوم بشكل واضح. نلاحظ عندما يمتزج اللون الأصفر باللون المتمم للبنفسجي يبرز لدينا وينتج لدينا لونا للظل حقيقي جدا ومطابق للواقع وفيه كثير من الصح.
بهذه البساطة. المائية هي طريقة أو عالم من الرسم يتحمل البساطة المعمقة جدا في نفس الوقت. أي هناك تناقض بين الفكرتين، أن ترسم شيئا معمقا وبسيطا بما يطلق عليه السهل الممتنع. هي حركة بسيطة جدا من لون ينتج لدينا مباشرة ظلالا. لو تعمقنا وتدربنا أكثر في رسم التعامل مع الأصفر والبنفسجي لا وصلنا إلى طرق أو إلى مستويات أعلى بكثير من هذا التمرين البسيط، ولكن أنا لا ألح في هذه المسألة لكي تبقى الفكرة الرئيسية حاضرة. أما الشكل الثاني فهو اللون البرتقالي. سنترك اللون البنفسجي ونأتي إلى اللون المكمل له وهو اللون الأزرق، ونحاول أن نطبق أيضا نفس المفهوم. بهذه البساطة سينتج لدينا شكلا لوجه مبسط جدا بالمائية. التعمق أيضا في التعامل مع درجات الأزرق وتفاعلها أو خلق مضادات لها مع اللون البرتقالي ينتج عن أشكالا جدا جميلة وبديعة. نأخذ الشكل الثالث، اللون الشكل الذي يأخذ لونا أحمر، ونختار له المتمم الذي هو اللون الأخضر. ونحاول، وهنا نلاحظ أن هذا الشكل هو تقريبا ثلاثة أرباع أو جانبي. ببساطة هكذا سنصل إلى هذا التأثير من خلال اللون الأحمر والأخضر. الصراحة هنا متعمدة، أي ليست هناك وجوه بهذا الشكل في الواقع، ولكن هنا نحاول أن نتعلم الأساس الذي سيساعدنا للوصول إلى رسم أشكال أخرى أكثر واقعية أو أكثر تأثيراً أو أكثر جمالاً. لو أتينا للشكل الرابع الذي هو اللون القهوائي أو هذا اللون، نتعامل معه بمزيج من الأزرق واللون الأخضر. سنحصل على هذه النتيجة البسيطة. هنا نلاحظ التجارب الأربعة التي مارسنا فيها التجربة بأقصى وضوح ممكن، أي لم نتعدى إلى رسم أكثر من لون، إلى لونين فقط، أي لم نتعدى إلى رسم ثلاث ألوان مجتمعة. ولكن العبرة ليست هنا، العبرة في كيفية تجزئة والتمرين المكثف والتعامل مع هذه الألوان المتممة لبعضها، هذه الألوان المتممة لبعضها بحرفية أكثر وبتمرين مكثف عالي جدا، بحيث نصل إلى خلق أو
الوصول إلى التعامل مع درجات أدق من هذه، يختفي فيها اللون الأحمر مع الأخضر ويتدرج للوصول إلى أعلى تقنية ممكنة في رسم الألوان المائية. هذه التمارين البسيطة جدا هي أساس جدا مفيد وصحيح للرسم عبر رسم الوجوه وتنفيذها ببساطة شديدة للوصول كما قلنا إلى مستويات أعلى. أصدقاء المشاهدين، هذه التمارين البسيطة الأولية لها رابط أو تربط كما قلنا وأكدنا كثيرا ومرارا بالأعمال المتفوقة والمتقدمة أحيانا بطريقة غريبة وواضحة جدا. فيسعدني جدا في هذه الحلقة أن أقدم عملا أصليا لفنان من كبار فنانينا العراقيين في مجال الرسم المائي والرسوم الأخرى، ولكن يتميز بدأب ومثابرة شديدة جدا في هذا المجال، وله إنجاز مشهود له على المستوى العراقي وعلى مستوى الوطن العربي وحتى عالميا في بعض المعارض التي أقامها خارج البلد. هذا الفنان البديع الرائع هو خلايف محمود، من كبار فنانين العراقيين وخصوصا في مجال الألوان المائية، الذي يفيد هنا ملاحظة هذا العمل الجميل والبديع هي الفكرة نفسها أو الفكرة ذاتها التي قدمناها في البرنامج من خلال التعامل مع اللون الأحمر ودرجاته في رسم الوجوه الإنسانية أو البورتريت أو تكوين المنظر لفتاتين، ومسألة التعامل مع اللون الأخضر ودرجاته، ثم البنفسجي والأصفر، وتطبيق هذه القاعدة نصا وحرفيا، أي أن القاعدة البسيطة التي يأخذها المتدرب أو الفنان الناشئ أو الهاوي تبقى معه طول العمر، أي إن القاعدة هي ذاتها، ولكن التدريب والإمكانية والمران هو الذي يتطور. دراسة التشريح العالي، اختيار الموضوع، المشهد، الإنشاء، التكوين، ما إليه من عناصر تتكامل مع الزمن وتصل إلى هذا المستوى من الإنجاز الذي عين منه هذا العمل للفنان الرائع الجميل خلايف محمود. بهذه المناسبة أصدقاء المشاهدين، لا يسعني إلا أن أودعكم باستعراض بعض أعمال هذا الفنان المبدع في نهاية البرنامج للتواصل مع ما أنجزه الفن العراقي ويحاول إنجازه بتفوق شديد على جميع المستويات ومنها مستوى الألوان المائية. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
أهلا بكم أصدقائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار، والذي فيه بالتأكيد نمر ما استطعنا على مفاصل الرسم، وخصوصا في هذه الحلقات رسم الألوان المائية وخطوات التطور في هذا المجال أو هذه الطريقة في الرسم. في الحلقة السابقة أخذنا ثلاثة أو أربعة تمارين قمنا فيها بتحديد الألوان الرئيسية وظلال الظلال الأساسية لها، وكيفية التعامل مع الأشكال الأولية في رسم مفردة الإنسان ابتداء من رأس الإنسان، وتطبيق المفاهيم التشريحية البسيطة والأولية، ثم كيفية التعامل مع ملء كامل الرأس الإنساني باللون، تغطية المساحة باللون، وبعدها كيف نتعامل مع الظل لكل اللون، أي التعامل مع اللون والمتمم أو المكمل له في الرسم. هذه القاعدة الأساسية تحتاج إلى تمرين كثير ومكثف وتجارب كثيرة للوصول إلى ضبط الأشكال وخلق نوع من الإيهام في رسم الوجوه أو البورتريتات التي نحاول أن نعالجها في هذا المجال من الرسم عن طريق الألوان المائية. ما ينطبق على رأس الإنسان أو وجه الإنسان من ناحية اللون ينطبق على كامل جسم الإنساني من خلال رسم الأشكال في حركات مختلفة، أي نحتاج في مرحلة لاحقة إلى رسم الأشكال البشرية المختلفة من خلال الواقع على شكل تخطيطات بسيطة متكاملة، أي أن ترسم كل أجزاء الجسم البشري في حركة في حركاته المتنوعة عبر النهار الإنسان الذي يعيشه، أي أن رسم الإنسان في أكثر من حركة في أكثر من جلسة في أكثر من وضع هو المفتاح الرئيسي لضبط الأشكال، ولكي تكون بالتالي خزين لإنشاء اللوحات أو إنشاء الأعمال الفنية أو لمعالجة كثير من التقنيات أو الأساليب أو المستلزمات التي نحتاجها في رسم المائية. فمثلا هذه المبادئ الأولية وغيرها من المبادئ تتراكم لتصل إلى أعقد الأشكال. فنلاحظ مثلا في الفن المعاصر هناك تفوق هائل في معالجة الرسوم أو الأفلام الكرتون أو الرسوم المتحركة. هذه الرسوم أو أفلام الدمى المتفوقة التي تأخذ جوائز عالمية يكون أساسها بالتأكيد هذه المبادئ الأولية. فالكائنات الخارقة أحياناً والخيالية التي تخرج علينا عبر الشاشة وعبر السينما وتحصد الجوائز العالمية وتحقق الأرباح العالية في أساسها في تكوين شخصيات الأساسية لهذه الأفلام أو خلفيات هذه الشخصيات هي هذه المبادئ الأساسية، فلا يستهان بالخطوات الأولى ولكنها المؤسس الصحيح لأي تجربة عالية وحتى خارقة أحيانا في تقنيات معاصرة حديثة، أي أن الأجهزة المعاصرة لا تستطيع تعجز على الإتيان بتحريك هذه الكائنات عبر الأفلام التي نشاهدها إلا إذا كان وراءها مصمم أو رسام يفهم التخطيط الأولي البسيط المؤسس، وبعدها كيف يتعامل مع اللون، ثم يأتي بعد ذلك دور التقنيات المعاصرة والمعالجات عبر التصوير والكمبيوتر مثلا. أي أن الشخصية أولا تبنى عن طريق الرسم والتخطيط، وبعدها تعطى ألوان أساسية، وثم تبدأ بمعالجتها في تحريكها عبر تقنيات زرع مثلا النقاط الضوئية عبر مفاصل الشكل الإنساني ومعالجتها بالتقنيات الحديثة التي ليس لها مجال الآن للكلام عنها وليست من اختصاص البرنامج، ولكن الفكرة الأولية هي التأكيد والرهان على الأسس الصحيحة في بناء الأشكال الواقعية وحتى الأشكال الخيالية أو ما يطلق عليه بأفلام الأفلام المتحركة أو الرسوم المتحركة، أي أن وراء هذه الأعمال العظيمة رسام جدا متمكن في مجال التخطيط وفي مجال الألوان وخصوصا في تنفيذ
الرسوم الأولية أو السكتشات الأولية التي تكون غالبا معالجتها تأتي بالألوان المائية لما تمتلك من سرعة وشفافية ووضوح في رسم هذه أو تأسيس هذه الشخصيات أو هذه العوالم أو هذه القصص التي نشاهدها عبر الأفلام. بناء على ذلك سنحاول في هذه الحلقة الاستمرار أو الانتقال إلى خطوة أخرى أكثر ربما تعقيدا من خطوة رسم الوجوه فقط بالألوان الرئيسية أي رسم بلونين، وهي محاولة أن نصل أبعد في رسم البورتريت أو الشكل الإنساني عبر الحركات. فلدينا مجموعة من الأشكال البشرية البسيطة الكروكيات، سنحاول أن نطبق على نفس المبدأ من خلال اللونين ونلاحظ كيف ستكون النتيجة، وستكون النتيجة بالتأكيد نفسها عبر رسم كما رسمنا الوجوه أو البورتريتات. ثم لاحقا سنحاول أن نتعمق في رسم بورتريت نصفي أيضا لشخصية وهمية بالطريقة ذاتها، ولكن بمعالجة أبعد نوعا ما من خلال الألوان المائية. الأساس هو التخطيط، ويبدأ بمثلا رسم الأشكال الأساسية. ببساطة هكذا لو نرسم شكلا إنسانيا بهذه الطريقة يكفي، ونأتي إلى المعالجة اللونية التي تأتي لاحقا باختيار درجة من الألوان التي تشكل اللون العام. فباستطاعتنا أن نملأ كامل الشكل بدون الوقوف أمام أي تفصيل بنفس الطريقة. هذا شكل أول. الخطوة التالية هي بإضافة أو تأكيد الظلال أو تأشير الظلال. وهناك شيء مهم، عندما نمزج اللون في المكان المخصص لمزج الألوان هنا بالإمكان أن نأخذ شيئا من اللون الأساس ومزجه باللون الأزرق للظل، ولكن قليلا وبحساسية عالية، أي أن لا نمزج اللونين بكمية متساوية لأن ذلك سيفسد اللون. ونأتي إلى تأشير الظلال. هذا التعامل البسيط مع الظلال وتأشيرها وترك انسيابية الماء سيأتي إلى النتيجة التالية، وهي أن الشكل سيبدو بهذا الوضع. وهذه البساطة الموجودة في وضع الظلال هي
الخطوة الثانية والمهمة التي أسسنا لها في الحلقة هذه والحلقة السابقة، ولكن يبقى شيء آخر أو خطوة لاحقة بعد ذلك، أي أن كل خطوة تأتيها خطوة ثانية وبعدها ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن نصل إلى القناعة الكاملة بأن الشكل قد تم رسمه بطريقة صحيحة أو إبداعية. أحياناً قد تكون هذه الخطوتين أو الخطوتان تلك التي رسمناها هي كافية جداً أحياناً وبسرعة شديدة، وإذا كان الموضوع الذي أمامنا مستوفي شروط الإنارة كافية لرسم جزء من العمل بهذه البساطة وتركه ويبدو متكاملاً أو نعتبره كاملاً أو مستوفياً للشروط الفنية أو الإبداعية. أي هنا الشكل يحمل بساطة اللونين ولكن يحمل ثراء الشكل الإنساني الواقف بهذه الطريقة. بعد هذه الخطوة بالإمكان إضافة ظل أعمق أو تأشير مناطق أو صيد بعض الظلال المهمة في نهايات وبدايات المقاطع بالنسبة للوجه أو الرأس أو الملابس أو أي جزء آخر من الوجه. أي إن عملية المائية رسم الألوان المائية أو معالجة الظلال هي تشبه صيد الظلال الضرورية وترك الظلال الغير ضرورية، وأحيانا يصل بعض الفنانين المتفوقين في مجال المائية إلى إنارة الظلال، وقد تكون الفكرة غريبة وهي أنه يحقن بعض الألوان التي هي ألوان الضوء في ثنايا الظلال كانعكاسات لكي تصل إلى نتائج أكثر فنية أو نتائج أكثر إبداعية. فهنا بالإمكان أن نأتي إلى تأكيد الظلال بمزج قليل من اللون الضوء الأساس القهوائي مثلا بالأزرق لنحصل على درجة أكثر عمقا أو عتمة لتأشير بعض المناطق بانتقاء عالي، أي نختار أكثر المناطق حساسية أو ظلالا لكي نؤشرها في بداية كل جزء أو نهاية كل جزء. إن المائية لا تتحمل أحيانا الإلحاح أو لا تتحمل على الإطلاق الإلحاح، أن تفعل الشيء الصح بالضبط في المكان الصح أو لا ترسم نهائيا، أي أنها لا تحتمل الخطأ كما هو معروف، أي أن هذا الشكل الإنساني يبقى هكذا بمعزل عن الفراغ، إننا لم نعالج الفراغ، يبقى كائنا له وجوده وكيانه في هذه الورقة البيضاء. وهنا حاولنا أن لا نصنع إنشاء أو نؤسس إنشاء، ولكن هذا الشكل البشري إذا كان كاملا في ظلاله الساقطة على الأرض أو وضع عناصر أخرى ضمن موضوع إنشائي متكامل سيكون الموضوع متكاملا أكثر وذا جدوى أكثر. ولكن المهم في هذه الحلقة أو في هذه التجربة الصغيرة هو الوصول إلى كيفية معالجة الفيجر الواحد داخل الموضوع. أصدقائي بالإمكان كما طبقنا هذا التمرين في هذه المساحة الصغيرة من الورقة أن نكرر نفس الشكل ولكن بحركات مختلفة في بقية الورقة، أي بالإمكان أن نرسم أكثر من موديل واحد أو حركة إنسانية في الورقة أو نرسم أجزاء من هذه الحركة في نفس الورقة ما دام الأمر يدخل في باب التمرين، أي أن لا نكون نبحث عن المثالية في اختيار أو في ممارسة الرسم عبر الورقة، فبالإمكان الاستفادة من الورقة إلى أقصى حد خصوصا إذا علمنا أن الأوراق الألوان المائية قد تكون أكثر ولاء من بقية الأوراق وغير متوافرة دائما، فلا بأس أن تستفيد من الورقة كاملة فتضع تمرينا هنا و يتبعه
أربعة أو خمس أو ست تمارين في نفس الورقة وبأحجام مختلفة، ما دام الموضوع هو تمرين، والدفتر مخصص لأن يكون سكيتش بوك أو يكون دفترا للتمرين. أصدقائي، أحب في هذا التمرين أن أمشي أبعد قليلا من اللونين من خلال رسم بورتريت مبسط أيضا. وكل هذه التمارين التي تشاهدوها بسيطة جدا وهي من الذاكرة، ولكن المهم جدا والضروري أن تكون هذه الرسومات الأولية الأساسية ليست من الذاكرة، صعبة من الذاكرة للمبتدئ خصوصا أو الهاوي الذي يمارس الألوان المائية أو يرسم بالألوان المائية في بداياته. يجب أن يعتمد على الموديل هو أن تلاحظ شخصا في أي وضعية وتحاول رسمه لكي تصل إلى نتيجة أفضل، لأن الموديل يساعد على أن تقتنص الظلال والنسب الصحيحة وأن ترسم بطريقة أفضل. أي أن الذاكرة الغير مدربة لا تستطيع أن تستدعي أشكالا لكي تؤسس عليها أشياء مهمة إلا نادرا، أو لنقل إلا بعد تجربة طويلة. أي أنني لا أرسم هذه الأشكال لأول مرة، قد أكون مررت عليها مئات أو آلاف المرات سابقا من خلال سنوات طويلة. ولهذا يجب أن يعتمد الهاوي أو المبتدئ في مجال رسم الألوان المائية على المخططات أو السكيتشات أو الرسومات الأولية التي تأتي من خلال الواقع، محاولة ملاحظة مثلا أفراد العائلة ومحاولة تخطيطها تخطيطات سريعة، وبعدها تلوينها بهذه الطريقة للانطلاق إلى معالجات أكثر ثراء. فلو أخذنا موضوع آخر وخططنا، لو أخذنا هذا التخطيط من الخيال ومحاولة تلوينه بنفس الطريقة التي أخذنا بها الأشكال الأولية، نتخيل شكل الجمجمة بدون الاكسسوارات أو الأشياء أو الملابس التي تشكل الزي، ونحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من الإحساس بالكتلة البيضاوية هذه. بالإمكان ترك بعض المناطق البيضاء داخل الرسم عند الضرورة في مكانات التي يكون فيها المساحة المرسومة أبيضا ذات لمعة أو إنارة ساطعة، فمثلا بالإمكان ترك تأثير الضوء في الأنف مثلا أو الجبين في بعض المناطق لخلق إحساس عالي بالإنارة. أما المناطق الباقية فبالإمكان تغطيتها بجسارة أو بنوع من الشجاعة وليس بخوف وتحفظ عندما نرسم. وأيضا هناك ملاحظة مهمة، عندما نرسم نطلق العنان للإحساس بالمادة وليس التقيد كما بالمساحات كرسم الخرائط مثلا الصماء.
هكذا يأخذ الجسم أو الوجه لوناً أساسياً هو من فصيلة القهوائي والبرتقالي. أصدقائي في هذه المرحلة بعد ملء اللون الأساس للرسم أو لهذا التمرين، هناك شيء مهم، الخطوات تتابع طبعا والملاحظات أيضا تتوالى من خلال تكثير الرسم. فبعد وضع هذه الطبقة من الأساس أو اللون الأساسي المهيمن على هذه الشخصية الوهمية، نقوم بملاحظة الظلال بشكل دقيق، وهذا كما أسلفنا لا يأتي إلا بوضع أو تثبيت الإنارة على الشخص المرسوم أو الفيجر المرسوم. هنا نتخيل الإضاءة، ولكن من الأفضل أن تكون الإضاءة موجودة وحاسمة في الشكل الإنساني كما هو في الواقع. ولكن هناك أشياء أساسية أيضا ممكن ملاحظتها، مثلا في الألوان عند منطقة الأنف مثلا أو الشفة أو الغضروف في الأذن، تكون الإنارة أشد سطوعا أو تميل إلى شيء من الحمرة أو فصائل اللون الأحمر، وهذا شيء محبب في الألوان المائية، وقد يكون محببا جدا وأساسيا في معالجة رسوم الأطفال أو الكوميكس في رسم قصص الأطفال. فنأتي إلى وضع شيء من الأحمر المخفف في منطقة الأنف للتأكيد على هذه المسألة، وخصوصا الأنف لأنه من أبرز المناطق التي تشكل الوجه، يكون بارزا في كل الحالات إذا كان جانبيا أو إذا كان بشكل أمامي. وأيضا منطقة أخرى هي الوجنة، بالإمكان أن تأخذ قليلا من اللون أو من فصائل اللون الأحمر ليعطي حيوية أكثر للرسم كما نشاهد هكذا. هذه اللمسات البسيطة في المائية قد تكون حاسمة أحيانا وتصعد العمل جدا وتفيد في إعطاء شيء من الطراوة والبهجة في الرسم. أصدقائي بعد أن عالجنا الشكل هذا بهذه الطريقة ومن خلال اللون وإضافة بعض المناطق الأكثر إضاءة أو سطوعا من خلال اللون الأحمر، نأتي إلى حصر الظلال من خلال أي لون، هو اللون المضاد للفصيلة التي وضعناها هو من فصيلة الأحمر. نأتي إلى اللون الأخضر ممزوج بقليل من الأزرق، ثم شيء من اللون الأساس الموجود أصلا هنا، فينتج عندنا لون مائل زيتوني أو أخضر بهذا الشكل. هذا اللون بالذات أصدقائي هو من الألوان المحببة جدا في الألوان المائية، خصوصا في رسم الوجوه أو الأشخاص دائما. عندما نضع الظلال لا نجعلها صماء، نأتي إلى تنفيس هذا الشكل، أي نترك بعض الألوان الأساسية من الرسم أو من الألوان الأساسية. محجر العين يحبذ أن يأخذ ظلا كاملا بدون الدخول بالتفاصيل للعين. أصدقائي نلاحظ هنا شيء مهم، حتى الملابس لوناها أو نحاول
وضع ظلالها بنفس الفصيلة لكي يبقى التمرين مركزا على المسائل الأولية البسيطة وعدم الدخول في التفاصيل مبكرا لكي لا تضيع الفكرة الأساسية من خلال التمرين. هذه ربما الخطوة الثالثة، أي إن خطوة أخرى أضيفت إلى رسمنا في هذه الحلقة قد تثري جدا ما بدأناه سابقا. هذه المرحلة أو لا تتطلب أكثر من شيء بسيط جدا بعد ذلك من تأشير بعض المناطق لكي نصل إلى النتيجة النهائية، وفاء لبساطة المائية وعفويتها. أصدقائي المشاهدين، إلى هذه المرحلة من التمرين قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة. بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جاليري عشتار، والذي فيه دائما نحاول الوصول إلى بعض المفاصل المهمة في مجال الرسم وتقنيات الرسم على مختلف الطرق ومختلف أنواع الرسم عامة. وضمن حلقات المخصصة للرسم أو التعرف على الألوان المائية أو الرسم بالألوان المائية، نعرج اليوم على مفهوم رئيسي عام بعد مجموعة من التمارين التي أعتقد أنها مهمة وضرورية لكل مبتدئ للوصول إلى مستوى جيد في الرسم ضمن هذا العالم الذي هو عالم الألوان المائية. هذا المفهوم يأتي بعد سلسلة من هذه التجارب لترسيخ مفهوم مهم وأساسي في رسم كافة المواضيع، وخصوصاً موضوع الموديل أو البورتريت ضمن رسم الأشخاص أو الوجوه على مختلف المستويات والأعمار. هذا المفهوم ببساطة شديدة يتلخص في أن نتعامل مع اللون والألوان المائية من خلال استخدام مفهوم طبقات اللون، أي تأسيس مفهوم الطبقات الشفافة الواحدة تلو الأخرى للوصول إلى نتائج جيدة. كيف ذلك؟ يأتي ذلك بفهم التخطيط أولا للوصول إلى هذا المفهوم من خلال اللون. وما علاقة التخطيط باللون لفهم هذه المسألة أو هذا الموضوع الذي هو شفافية الألوان؟ الفكرة تتلخص بأننا نعزل التخطيط الواحد إلى ثلاث درجات رئيسية، أي إننا نعزل أو نحدد ثلاث درجات من شدة الإنارة إلى أوطائها، أي إلى أقوى إنارة ممكنة وإلى أكثرها عتمة، من خلال الدرجات الثلاث التي تشكل مفاصل رئيسية لإبراز أي رسم أو أي وجه أو أي موضوع من خلال التخطيط. وبعد ذلك نعرج أو نقسم هذه الدرجات إلى درجات أخرى لكي تصل إلى 9 درجات. من خلال هذه 9 درجات، أي درجات الظل، ممكن الوصول إلى رسم صور أو رسوم أو لوحات مستوفية لشروط الإبداع. هذه الفكرة ننقلها إلى عالم الألوان. هناك ونقسم اللون الذي يكتسي الجسم الواحد إذا كان برتقالة أو تفاحة
أو زهرة أو وجهاً إنسانياً أو سطحاً معيناً من الطبيعة إلى ثلاث درجات. عندما نرسم الشجرة نتخيل ثلاث درجات رئيسية من اللون الذي هو شائع وهو اللون الأخضر، ودرجات الدرجتان أخريتان معه من خلال اللون المضاد له والوسط، أي إن الظل والضوء وشبه الضوء هو الذي يحدد الشكل وماهيته وعنوان هذا الشكل وإبرازه للرؤية أو لكي تراه العين بشكل واضح وجيد. هذا كله يقودنا إلى تلخيص ما قلناه، إن أي رسم مائي يتكون من طبقات محددة من الألوان تبدأ بالثلاث وتنتهي بالمئات والآلاف من الدرجات من الألوان، أي إننا نضع درجة فوق درجة بحيث يشوف اللون الذي نضعه فوق الذي كان قبله وهكذا إلى أن نصل إلى مستوى من التمرير. فإذا وضعنا مجموعة مركبة من الألوان فوق بعضها على الورقة نرسمها بطريقة بحيث عندما نعرض الورقة إلى مصدر ضوء بحيث يتخلل الضوء هذه الورقة ولا يشكل أي بقعة عتمة في هذه الورقة، أي تكون كالزجاجة الشفافة مهما كانت الألوان ثقيلة على هذه الورقة. هذا المفهوم أو هذا التأسيس يفيد جدا ويعود المبتدئ على أن تكون أعماله مستوفية للشروط المائية الصحيحة والجميلة والمبدعة. للوصول أو للتدرب على هذا المفهوم واقعيا علينا برسم أشكال حرة على الورقة والتمرين عليها للوصول إلى هذا المفهوم بالطريقة التالية، أي نأخذ أشكال منتظمة أو أشكال حرة بحيث نأتي استخدام الألوان بهذه الطريقة التي شرحناها سابقا والتي هي تحقيق شفافية الأشكال فوق بعضها أو من خلال بعضها. فنجرب ذلك بالطريقة التالية، نضع مساحات صافية من اللون على الورقة ولكن بشكل محدد، درجات مختلفة من الألوان، أشكال حرة. بعد جفاف هذه المساحات الصافية الحرة من اللون نأتي للخطوة الثانية ونستخدم درجات مشتقة من هذه الألوان أو درجات مضادة مناقضة لها أو متممة لها، وفي الحالتين هناك فائدة من هذا التمرين. نلاحظ مثلا هذا اللون الأصفر أو الأوكر نأتي بلون أزرق ونرسم شكلاً آخر فوق بهذه الطريقة.